للوقوف أكثر عند تداعيات حرق نسخة من القرآن الكريم مرة أخرى في السويد على يد عنصر ميليشياوي عراقي وسماح السويد لهذه الجريمة رغم الغضب الشعبي، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. سيد لبيد، بداية مرحبا بك مرة أخرى. وخلال شهر يقدم المتطرف سلوان موميكا بعد سماح السلطات السويدية له بارتكاب هذه الجريمة، كيف تصف مبررات السويد بإعطاء الإذن لمثل هذه الانتهاكات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. هناك انتقادات واسعة بالحقيقة توجه إلى السلطات البوليسية السويد هنا لأنها سمحت بإعطاء إذن أو بالقيام بمظاهرة تؤدي إلى محاولة حرق الكتاب وإهانة مشاعر نحو 800 مليون مسلم يقيمون في السويد، ومعظمهم متجنسون بالجنسية السويدية، ومعظمهم يعملون ويدفعون الضرائب يعني إلى البلد، وأصبحوا جزءا أساسيا من مكونات هذا البلد، سواء كانوا موظفين حكوميين أو يعملون في شركات خاصة أو هم أصحاب شركات خاصة. وهناك استطلاع ظهر قبل نحو أسبوعين بالحق ظهرت نتائجه، وكانت نتائجه أن أكثر من 53% من الشعب السويدي يرفض هذه الأعمال، عملية حرق الكتب المقدسة. فالشرطة السويدية لديها ما يكفي من المبررات لكي تمنع مثل هذا العمل. أنا أتذكر يعني خلال فترة العدوان الأمريكي على العراق، يعني عشية العدوان في 2003، كانت هناك مظاهرات واحتجاجات ضد هذا العمل، وكان كثير من الشباب يرتفع بهم الغضب إلى حد أنهم يحرقون العلم الأمريكي بالإضافة للعلم الصهيوني، وكانت الشرطة تعتقلهم مباشرة، تعتقلهم وتقتادهم إلى التحقيق. وعندما ناقشنا الشرطة في ذلك الوقت لماذا تقومون باعتقالهم، هذه أنت ألا تعتبرون أن هذه حرية تعبير؟ قالوا لا، نحن لا نسمح، يعني في مرة من المرات قالوا لا نسمح بحرق الإعلام، وفي مرة أخرى قالوا عملية الحرق بذاتها، عملية الحرق في المظاهرات ممنوعة في السويد، عملية الحرق أولا ممكن أن تؤدي إلى مخاطر حريق، وممكن أيضا تؤدي إلى أضرار في البيئة. فهناك مبررات، كانت هذه المبررات التي يتعكزون عليها عندما كنا ازدواجية بالمعايير دائما، هذه الازدواجية بالمعايير هي التي يعني صفة تطغى على أوروبا بشكل عام وفي السويد بشكل خاص. في ردة فعل على السماح لسلوان موميكا بحرق نسخة من القرآن الكريم، هذا الذي يقال بأن أصوله عراقية، أنصار التيار الصدري يحرقون السفارة السويدية، برأيك يعني هذا المشهد إذا أردت أن تصفه، هل تراهم أنهم مدفوعون بعاطفة دينية، أم أنها ربما فرصة يعني لعودة التيار الصدري من جديد المشهد واستعراض القوة؟ نعم، هناك مزيج من هذا وذاك. لا شك عندي في غيرة الشباب المسلمين على القرآن الكريم. حرق المصحف يشكل إهانة لمشاعر كل مسلم، وردود الأفعال يعني على هذه الإهانة تتباين من شخص إلى شخص ومن ظرف إلى ظرف. لكن من منظور آخر، ليس من الغريب طبعا أن يستغل التيار الصدري هذا الحدث استغلالا سياسيا، فهو في من ناحية يحاول إحراج خصومه السياسيين، ومن ناحية أخرى يحاول أن يحقق استقطابات شعبوية مستفيدا من غليان العاطفة الدينية للجماهير ضد مثل هذا الحدث. لكن هذه بالنسبة لذوي الوعي السياسي، لا يعني أصبحوا خبراء بتقلبات التيار الصدري وبتلؤناته. التيار الصدري بالحقيقة يحاول أن يسبح على هذه العاطفة أو الموجة العاطفية الساخنة في الوقت الحالي. لكن كما ذكرتم نوهتم في تقريركم، بالحقيقة لو كانت هناك مصداقية سواء بالنسبة للتيار الصدري وردود فعله أو بالنسبة للحكومة وأحزابها وردود أفعالهم، لكانوا احتجوا على حرق المساجد والجوامع. أستاذ لبيد، السلطات السويدية حملت الحكومة العراقية مسؤولية حرق السفارة، إلى أي مدى ترى أن قرار حكومة السوداني طرد السفير هي محاولة
للتغطية على الحرج لكون سلوان موميكا كان عنصرا في إحدى ميليشيات الحشد. طبعا هذا جزء من محاولة ترميم سمعة الحكومة، باعتبار أن هذه الحكومة هي تمثل الحشد الشعبي، والحشد الشعبي بالحقيقة يمثل الميليشيات، ومن بين هذه الميليشيات الميليشيا التي ينتمي إليها سلوان موميكا. ومن الطريف أن أحد الكتائب التي يقودها موميكا عنوانها كتائب الإمام علي، فسمعة الحشد الشعبي بالإضافة إلى السوء الذي تعاني منه، فبالحقيقة بعد انتشار الفيديو الذي يؤكد بأن موميكا هو قائد أو كتيبة لهذه الميليشيات التي تنتمي للحشد الشعبي، أساء بالحقيقة من سمعتها أكثر فأكثر، ولذلك فالحكومة ومثل الحكومة والحشد الشعبي إلى آخره من هذه المسميات يحاولون الدفاع ويحاولون الترتيق هذه البقعة السوداء. طيب أستاذ لبيد، يعني إيران تراها أين تقف من قرار السوداني بطرد السفير السويدي، لا سيما الكثير من المراقبين يعني يرون أنها محاولة لركوب الموجة وإظهار من يسمون أنفسهم بقوى الممانعة بأنهم حماة الإسلام والمقدسات والمدافعين عن المصحف الشريف، إلى يعني هنا أين تجد إيران من موقف السوداني؟ بالتأكيد يعني عملية رد الفعل السريعة من قبل الحكومة ومن قبل أيضا قوات الشارع العراقي، بالحقيقة هذا يخدم السياسة الإيرانية ويخدم سمعة إيران الذي تفضلتم به فيما يتعلق بالمزاودات محور ما يسمى بالممانعة. لكن العتب بالحقيقة ليس على إيران، العتب على الدول الإسلامية الأخرى. كان ينبغي أن تكون هناك ردود فعل أيضا من قبل الأنظمة والحكومات الإسلامية الأخرى ضد هذا القرار. أنا أعتقد أن السويد يجب أن يمارس عليها ضغط دبلوماسي من قبل كل الدول العربية والدول الإسلامية على هذا القرار، يعني من أجل أن تتخذ قرارا أو تعدل من القوانين التي تتذرع بها بأنها هي جزء من حرية التعبير. بعد إدانة الأمم المتحدة لحرق السفارة السويدية وحديث أمريكا عن دور متخاذل للقوات الأمنية في العراق بحماية السفارة السويدية، ترى إلى أي مدى تتوقع أن السوداني ربما سيتسبب بدخول العراق في عزلة دبلوماسية؟ أنا أستبعد ذلك. العراق دولة مهمة بالنسبة ليس كحكومة، أنا لا أقول كحكومة، العراق دولة مهمة بالنسبة للمصالح الأمريكية والمصالح الغربية عموما. من العراق تتدفق مليارات الدولارات، مليارات الفساد كلها تتدفق إلى بنوك الغرب وبنوك أمريكا. هناك مصالح أيضا استراتيجية في العراق، لأن هذه الحكومة تعتبر أفضل خيار حاليا متاح بالنسبة لأمريكا وبالنسبة للغرب. أي بديل عن هذه الحكومة سيكون بديلا وطنيا، بديلا له مكانته ويعيد قيام الدولة. الآن لا توجد دولة في العراق، دولة حقيقية في العراق، وهذا الوضع هو الوضع المريح بالنسبة للغرب. فمن الصعب أن نقول أو نتوقع أن تقود هذه الأعمال إلى عزلة دبلوماسية للعراق. نعم. من مالمو عضو التحالف الوطني المعارضة سيد لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لك.